المدعي توني جورج حنا جنسية لبنانية مواليد 7 تشرين الأول 1970. نعم. ساكن بمنطقة فسوح بيروت. نعم. استدعوا المتهم. حضرتك ياسر عبد الله سلامي مواليد 16 حزيران 1955 بفلسطين المحتلة. نعم. وين ساكن حضرتك؟ مخيم مارلياس. حضرتك بتدعي انه بتاريخ 2 تموز ياسر سلامي سبق. وبعد اسبوع حوالي الساعة 8:30 الصبح ضربك قدام جراجك وكسر لك ضلعين. التهمة اللي موجهة ضدك جدية. يعني هيدا يعتبر اعتداء مع سابق تصور وتصميم. كنت رايح اعتذر له. وليه غيرت فكرك؟ حكى شغلات. مثل شو؟ واللي قلته مش مقبول. هيك بتبلش الحروب. هي عم بهددوني، عم بهددوا عائلتي. وبنتك؟ لأنه قضية حقيقة. أي حقيقة توني؟ أنت شو قلت؟ هول الكلمات سيد ياسر بيقلبوا الموازين. أنت شو قلت؟